عشان كمان ما نسيبش امور التحكيم، احنا اشدنا وقلنا لمحمد الصباحي وقلنا علينا قبل غيرنا، لو ده على الاهلي احسبه مفيش كلام، طالما الموضوع خطا ارتكب في الدقيقه الاولى في الدقيقه الثانيه في الدقيقه العشرة في الدقيقه الخمستاشر في الدقيقه الثلاثين احسبه مفيش مشكله اطلاقا اطلاقا خالص، طالما الموضوع واضح وصريح. لكن عشان منظومه التحكيم تتعدل ودايما يبقى فيها خط في تطور مستمر، تطور مستمر لازم يبقى فيه نوع من التاريخ اللي نقف عنده سنه بس، واللي هقوله ده هل هو حقيقي ولا مش حقيقي؟ ارجع بنفس حضرتك كده اشرب كوبايه نسكافيه زي اللي قدامي كده وقول اللي بيقوله سيد عبد الحفيظ ده صح ولا غلط. مين السبب في منظومه التحكيم انها توصل بالشكل ده في الوقت الحالي؟ اوعى تقول الاهلي، اوعى حد يسمعه يقول الاهلي، ابدا ابدا. انا عايز اقول لكم ان في اخر 25 سنه بالتواريخ والارقام معاكم، في اخر 25 سنه اكتر فرقه في العالم انسحبت او هددت بالانسحاب كانت نادي الزمالك. بداها موسم 96 يعني تحديدا 25/6/96 لما انسحب نادي الزمالك قدام النادي الاهلي في المباراه الختاميه اللي كانت موسم 96/97 او 95/96 اسف، قادر عبد العظيم لو تتذكروا بهدف لحسام حسن وكان هدف صحيح مفيش حاجه خالص، انسحبوا من الملعب يعني كله وما كملوش المباراه. وبعد كده مباراه 9 ابريل 99 انسحب نادي الزمالك من الملعب قدام النادي الاهلي بعد فاول كان واضح جدا وصريح جدا مع ابراهيم حسن، وكانت دي مع التحكيم، انسحب الزمالك في 25/6/96 بسبب التحكيم، وانسحب في بطوله 99/2000/4/99 بسبب التحكيم، ومرورا بامبي في دور اول سنه 2014/2015 قدام امبي بسبب التحكيم في اداره لكابتن محمود عاشور لو تتذكروا، قعدوا في الملعب حوالي بتاع ربع ساعه او ثلث ساعه، وانسحب نادي الزمالك كمان في موسم 2016/2017 قدام مصر المقاصه ذهابا وايابا، يعني في الاول في السويس قعد حوالي اكثر من 17-18 دقيقه في كره جهاد جريشه الشهيره، والمباراه الثانيه اللي كانت في الدور الثاني ما راحش اصلا نادي الزمالك المباراه اساسا، يعني كل دي بسبب ايه؟ اخطاء تحكيميه. لا عليك بقى ان اساسا في شهر ونص اساسا قعدنا عشان مباراه جهاد جريشه، كل دي عشان الاخطاء التحكيميه كان دواعيها قرارات او يعني تصرفات كان على اثارها يعني يا اما انسحاب يا اما تهديد بالانسحاب. حتى موسم 99 لما كان رضا البلتاجي حكم في مباراه الزمالك والمقاولين العرب بالطوبه الشهيره او الكنز الشهير اللي اترمى على رضا البلتاجي وما كانش في حد في الملعب خالص غير مباراه المقاولين والزمالك، وانتوا عارفين نادي المقاولين نادي اساسا يعني جماهيره قليله مش موجوده اصلا، بل بالعكس ده الشوط الاول انتهى او كان بيقرب على النهايه وكان كان المقاولين كسبان ب1-0 ببنالتي كان المتسبب فيه رامي سعيد لو تتذكروا، وبعدين جه كنز في وش كابتن رضا البلتاجي واصر يوميها ان هو يلغي اللقاء، لكن كان قرار اعاده المباراه بحجه ان جمهور المقاولين هو اللي رمى على رضا البلتاجي الكنز، يعني فرقه كسبانه 1-0 وما عندهاش جمهور وطالعه كسبانه وجمهورها اللي هو مش موجود اصلا يعني بترمي على جهاد جريشه او اسف رضا البلتاجي الكنز. فالموضوع التحكيميه اثاره او الانسحاب او التهديد بالانسحاب كل ده عمره ما كان يعني اي فرقه موجوده غير طرفها بس كابتن او نادي الزمالك. عشان كده عايزين نحل الموضوع، عندي حل بسيط جدا وسلس جدا ورائع جدا، خلوا كل واحد يتكلم في الحته بتاعته بس، كل واحد يتكلم في الجزء اللي يخصه. لو في جهه في اتحاد الكره مثلا الانضباط مش عارف القيم الاخلاق، يا ميت ندامه على الاخلاق والقيم، شعر سيد عبد الحفيظ يا ميت ندامه على الاخلاق والقيم، يعني لو كل واحد لو تجاوز في نادي اخر مسؤول تجاوز في نادي اخر واتكلم في حق نادي اخر واتكلم بطريقه في نادي اخر ولا حاجه يتم ايقافه ويتم منعه من دخول المباريات يتم، اعتقد والله والله ما هتلاقوا اي مشاكل خالص اطلاقا. دي الجزئيه الثانيه، خلينا نروح للجزئيه الثالثه. هاشتاج